الحقيقة هو المجريات الأمور على الخريطة السياسية لم تعد هي نفسها قبل مؤتمر باليرمو هي نفسها بعد مؤتمر باليرمو. قبل مؤتمر باليرمو كان هناك حراك سياسي كما ذكرت في مسألة التوافق على تغيير المجلس الرئاسي بين مجلس الدولة ومجلس النواب، ولكن عندما لم تحظى هذه الخطوة وهذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين بأي اهتمام في مؤتمر باليرمو، استدرك الطرفين أنهما يعني ربما يخرجا من المشهد، فقفز مجلس الدولة سريعا وجمد تلك المبادرة وانتقل إلى العودة للعب مع المجلس الرئاسي من جديد. وهو الآن بالأمس كان السيد خالد المشري رئيس مجلس الدولة يصرح بأن نحن داعمين للمجلس الرئاسي بقيادة ونعم بقيادة، يعني لم يذكر بقيادة فايز السراج ولكن تحدث عن المجلس الرئاسي الحالي القائم، وأيضا تكلم على التعديلات التي قام بإجراءها مجلس النواب، وذكر أن هذه التعديلات لم تعرض على المجلس الدولة ولم نبدي فيها رأينا، وبالتالي هي يعني هناك أشياء كثيرة تغيرت من ذلك التاريخ. لكن عودة على الموضوع الأمني وهو يعني موضوع الترتيبات الأمنية، الحقيقة إلى الآن لم نجد خارطة لهذه الترتيبات الأمنية أو الرؤية يعني الشاملة للوزارة الداخلية في مسألة الترتيبات الأمنية. هو عنوان كبير وبعض الإجراءات أو بعض القرارات بتشكيل لجان واستحداث مكاتب وكذا، لكن لم نجد هذه الخارطة ونطلع عليها ويطلع عليها الليبيين، إلا ربما لمسوها في على صعيد شرطة المرور في الشارع، لكن في الباق او في او في المطار عندما استلمت وزارة الداخلية المطار، يعني هناك بعض من ترددوا على المطار لاحظوا تغير نوعا ما. لكن في حقيقة الامر ربما استفاد السيد بشاغة من قرار تعيينه، لان عادة المجموعات العصابية والميليشيات فور صدور مثل هذه القرارات تتراجع قليلا لتعيد تقييم المشهد، فحدث نوع من التحسن الأمني. السيد للأسف بشاغة لم يستثمره بشكل كبير هذا التحسن، فعادت المجموعات أو الميليشيات إلى التموضع من جديد بعد العملية اللي قام بها اللواء السابع، وقامت البعثة بإيقاف تلك الحرب وإرجاع اللواء السابع وباقي القوات المساندة له إلى خارج مدينة طرابلس. كان ينبغي أن يتبعها خروج المجموعات المسلحة من داخل العاصمة إلى خارج العاصمة، لم تحدث هذه النقطة، على العكس لاحظنا يعني إعادة تموضعها في العاصمة، ربما انسحبت من بعض المقرات ولكنها لازالت موجودة في مقرات أخرى، عادت انتشارها، وبالتالي زي استلام مطارم عتيقة تسليم. نعم يعني الآن نحن بصدد إعادة تموضع، إعادة رسم خارطة من جديد، سواء يعني هي من ناحية أمنية، ولكن هل تحقق الأمن أو لا يعني هذا أمر آخر، لكن هو إعادة تموضع أمني من جديد. وهو ما يحدث الآن أصبح يعني التركيز على المؤسسات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل مصارف، من يسبق إلى تحقيق الأمن فيها وتقديم الخدمة للمواطن هو من سيحظى بالدعم الشعبي. ولذلك نعم لذلك وجدنا وجوه كبيرة تغير. وزارة الداخلية لم تقم بأي خطوة في هذا.